السؤال الثالث فيما يرتبط الزوج. بالتمكين، أخي الكريم، أنت كل العمل على زوجتك من الصبح لليل مع الأطفال وكذا، وهي صائمة ووضعها، ولا تجي تعالي مثلا تكوني في خدمتي في وقت معين. هنا أكو طريقين. الطريق الأول تساعدها أنت، قول لي يابا أنا علي فلان شي فلان شي أسوي بخدمتك وكذا، ساعدها حتى شنو، حتى تخلو لك أو تفرغ لك، أو تأتي بشغالة قول يابا راح أجيب لك وحدة بالأسبوع، يعني مرتي أنت تجي تكنو تغسل وكذا وتمسح وتروح، حتى أخفف عليك. نعم. فأكو شيء اسمه شنو يعني حسب تعبيرنا قدم شيء حتى تقدم هي، وإلا أنت كل الأمور هذه معنا مو واجبة عليه خطية، بس هي مؤدبة مرتبة وتريد تحافظ على بيتها. فمسألة التمكين مسألة أنت لابد أن تهيئ لها إمكانية التمكين. نعم، أحسنتم من سماحة السيد.